المغرب الملعب ديالنا كاملين. المغربية الألعاب والرياضة كتعتني به كل نهار. تمتعوا كيف بغيتوا. عند جياس معا بروح رياضية. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الجمهور، اللي من خلاله غنعيشوا معكم أطوار وتفاعلات مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي وضيفه نهضة بركان برسم الجولة 11 من البطولة الوطنية الاحترافية اتصالات المغرب. أجي وشوفوا تفاعلات كل من الجماهير الرجوية والجماهير البركانية. بالنسبه للماتش اخر جوله تتفقص، هذا هو الواقع. بالنسبه للماتش ديال اليوم كنتمنوا خير ان شاء الله، الفيكتوار ان شاء الله مع بو حمرون. تعادلوا حنا عندنا تشاد، وحنا اليوم ان شاء الله حنا ضد بو حمرون، واحد الانتصار نحققوا ضدهم ان شاء الله، 3 بوا غنجيبوها ضدهم. رغم كبوات الفريق الاخضر، الجماهير الرجاويه ابلت البلاء الحسن واحجت بكثافه الى مركب محمد الخامس، متفائله بتحقيق نتيجه ايجابيه امام نهضه بركان برسم الجولة 11 من بطولة اتصالات المغرب للمحترفين، مبعدة احتمالي التعادل والهزيمة ومؤمنة بتحقيق الفوز على الضيف البركاني. وحنا دابا خسرنا شحال من ماتش وجايين من تعادل، كنتمنى هذا الماتش يكون رباح ان شاء الله. جوج زيرو جوج. اللي بغينا يماركي الحافظي ولاعب الحليف. ديما راجو رغم كل الظروف نحشق ثلاث حروف ارسيئة. ان شاء الله غيسجل الوادي ان شاء الله. انطلقت المباراة مع صافرة الحكم سمير القزاز بحماس لاعبي الرجاء وقوة لاعبي نهضة بركان، وبمحاولات من هنا وهناك بحثا عن هدف التقدم لإسعاد الجمهور المتعطش للانتصار الذي طال انتظاره من طرف مناصري الخضر، وتزكية للفوز الأخير للفريق الممثل لعاصمة الليمون نهضة بركان. لا غالب ولا مغلوب في الجولة الأولى التي استنكرت فيها الجماهير الرجاوية مستوى وأداء اللاعبين، والتي انتهت على إيقاع الشعارات الغاضبة والمنتقدة لنتيجة النصف الأول من اللقاء. رغم نتيجة التعادل السلبي، جماهير الرجاء العالمية لا زالت على أمل فوز فريقها، وحال جماهير نهضة بركان التي أصرت هي الأخرى على أن فريقها هو من سيفوز بالمواجهة. المباراة كانت بدات في الشوط الاول مزيانه، كانوا يتماركوا بيوتها، جات فرص، ولكن ان شاء الله نتمنوا الرجاء تربح وتماركي شي جوج زيرو ان شاء الله. هما في الحقيقه ما لعبوش مزيان في هذه الميطه الاولى، وكنتمنوا شي شنيزه نتيجه في الميطه الثانيه ان شاء الله ايجابيه. الشوط الاول بان لي بان فريق الرجاء الرياضي خاصو مهاجم صريح اللي سجل الاهداف. بالنسبه للوادي والحافظي كيقوموا بواحد الدور جيد في الشوط الاول، خاص مهاجم صريح لفريق الرجاء الرياضي. ديما رجاء، ديما رجاء، ما ماتش ما والو، هادو ملعبه ما والو، خاصهم المدرب خاصه يتبدل بعد هذاك، مدرب ما يجيش مع الرجاء بعد، حنا بغيناهم غير يلعب هاني لا خسر. ديما رجاء اخوي، ديما رجاء. بالنسبه للمباراه كنشوفوا عندنا اللعابه ما باغينش يلعبوا، واش هذا واش قالب من الطاقم التقني ديال الرجاء البيضاوي، ولا من داك بودريعه، ولا من داك البوصيري؟ هاد الناس راه دايرين شي حاجه ماشي تلي. الرجاء ماشي هادي، حنا نحبوا الرجاء ولكن هادشي اللي كيديروا فيه ما خدام. خويا الرجاء مشاو من الرجال، خلاها ما بيدي مشاو من الرجال، خصهم يديروا معنا شي حل، نمشي الرئيس ولا ديروا معنا شي حل تقاد الرجاء ما بقاش الرجاء. في الحقيقه الشوط الاول الرجاء كانوا ناقصين، لكن الشوط الثاني كانوا مزيانين ممتازين، لكن سوء الحظ والعكس اللي صاب الرجاء ما بقاش الكره تدخل الشبكه نهائيا. المقابله ديال النهضه البركانيه والرجاء الرياضي البيضاوي كتفوت في ظروف مزيانه، وان شاء الله 3 بوا الفريق الغالي ديالي نهضه بركان، ونتمنى التوفيق ان شاء الله الرجاء الرياضي البيضاوي في المقابلات الجايه وديما اوبي. الشوط الاول مستوى ضعيف من كلا الطرفين،
خصوصا فريق الرجاء اللي ما دارش واحد مستوى جيد. فنتمنى نكون تحكم في المستوى، يكون الاداء ويكون الجمهور في المستوى والجامعه مع بركان، فهذه كنعاودها وكنأكد لان فوزي القشع عنده المهنه ديالو، فالاداء انتصر والروح الرياضيه انتصر. عصافير ذات التي اعلنت عن انطلاق النصف الاول من المباراه أعلنت عن بدء النصف الثاني الذي كان بإيقاعات أسرع ومحاولات أبرز وأخطر للرجاء بنسبة أكبر، زادت من حماس وأهازيج الجماهير الحاضرة والتي ساهمت في توقيع الفريق الأخضر هدف السبق والفوز عن طريق الواعد محمود بن حليب في الدقيقة 81 من عمر المقابلة، ما أشعل فتيل جنبات الملعب وخاصة المقانة ورسم الحسرة على الجمهور المتنقل من بركان إلى البيضاء. انتهت المقابلة بفوز الرجاء بهدف للا شيء على حساب الضيف البركاني، ما جعل المضيف يستعيد شيئا من عافيته ويوجه تركيزه ومجهوداته صوب مباراة الديربي البيضاوي ضد الغريم التقليدي الوداد. الحمد لله هي المقابلة جات، الفوز ما جاش عن صدفة، جا بمجهودات ديال اللاعبين تنشكرهم، الحمد لله اللاعبين قدموا مقابلة كبيرة، تشجيعات ديال الجمهور واخا أزمة ديال النتائج، أزمة ديال النتائج تنقول لكم أنا بأن فريق الرجاء البيضاوي تدوز من أزمة النتائج. بصراحة شنو نقول لك على هذا الماتش ديال البركان، كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية اللي تخلينا نشوف المسيرة ديالنا مزيان، لأنه كما شتي جات المقابلات اللي دازوا كانوا ضدنا، الحمد لله هذا الماتش هذا وفقنا الله وتينا 3 بوان اللي جينا عليها. وحنا كنا متوقعين بان المباراه ما تكونش سهله، الحكم الخصم عنيد، الحكم جينتاشي بفوز ديالو وعنده عناصر جيده. تنهني جميع اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي على الروح القتاليه ديالهم، على الانضباط ديالهم التكتيكي، وكنتمنى ربي سبحانه وتعالى يحالفهم انتصارات اخرين لانه يستاهلوا وخرجوا وتنهنيهم على انهم عرفوا يجيروا الماتش ديالهم خصوصا على مستوى الضغط اللي عاشوه في المباريات السابقه. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما شاف الجميع مقابله كانت مفتوحه لكلا الطرفين، جاونا فرص ما استغليناهمش، يعني هذه هي كره القدم، يعني ما استغلش الفرص استناها تلصق في الشبكه، وهذا هو اللي صرا. يعني كنشكر جمهور الرجاء البيضاوي وجمهور اورانج بوز اللي حجوا هنا لمدينه الدار البيضاء، ممكن ان فريق الرجاء البيضاوي لهذا الفوز وماشي نهايه العالم، يعني راه باقيين مقابلات وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله. صاحبي المقابله هي هذيك، مش انا واحد ضربه جزاء، المهم واش غادي نقولوا، معليش العريضه، المهم الكره هي هذه، حنا براكنا وديما براكنا ونموتوا على بركان، في الخساره ولا في الربح ديما مع بركان، ودائما متبعين بركان وفيف بركان حتى للموت. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في، كما تبعتوا معنا مباراة الرجاء ونهضة بركان، انتهت فوز فريق الرجاء البيضاوي بهدف 0، مباراة كانت حماسية، تبعنا معكم من خلالها تفاعلات وأهازيج كل من الجماهير الرجاوية والجماهير البركانية. الموعد ديالك يجي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع الجمهور، إلى اللقاء.